أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الدوحة ستعيد سفيرها لدى طهران لممارسة مهامه الدبلوماسية. وجاء في بيان للخارجية القطرية أن دولة قطر تعبر عن تطلعها لتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات. وفي وقت سابق ذكرت الوزارة أن محمد بن عبد الرحمن الثاني وزير الخارجية أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وأضافت أنه جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية وتطويرها.